اليمين أو القسم المهنية لا تجب غير المحامي، لا تجب غير المحامي. وأعتقد أن الصحفيين، وهذا واحد المادة جديدة عندكم، يتعين تفكير في تعديل القانون الصحفي، ماشي اعتبروا على الإفلاس من العقوبة، لا والاقتصار على الغرامات أو لا، أن أي التحاق لأي زميل بقطاع الصحافة أن يقيل أو يستند في ذلك على أدائه لليمين، لأن رشوف السرية تأتي مناطها هو اليمين. لما تأتي اليمين على عدم إفشاء أسرار جلسات يمكن لنا الأتمن عليه. شوف هذا نسبي، هذا الائتمان، حيث هذا مرتبط بالأشخاص. طالما هو مسلم ويرفع يده اليمنى ويقسم بالله أنه سيحافظ على السر المهني، المفروض هو الحفاظ على السر المهني. لذلك صحفيين غير مؤدين اليمين في التحاقات ديالهم، هادشي كتعرفوا نتوما. إذن أعتقد أن القاضي له خريجة قانونية في إقصاء كل صحفيين من المتهم، وأنا اللي تنخاف لأنه حسب المحكمة حكم الإصدار المنطق ديالو شمول هذه المحاكمة باقي المحاكمة بالسرية. يا ترى غادا تدام الاستنطاق ديال المتهم؟ يا ترى غادا تدام الاستنطاق ديال المشتكيات؟ يا ترى غادا تنحاسب في حدود الفيديوهات؟ إذا كاين هنا مجموعة من الاختيارات، وأعتقد أن الصواب هو ما تعلق بالفيديوهات، لأن هذه فيها صور خلعة، يعني أكيد أن هذه الخلعات تطالها النص في الأسبوعين.